السلام عليكم. يلتقي الفرقاء في الجلسة الرابعة للحوار في مدينة الصخيرات المغربية بعد توقف دام أسبوعين. بعثة الأمم المتحدة للدعم قالت على لسان مبعوثها الأممي برناردينو ليون إن الجولة الجديدة تخصص لدراسة التعديلات التي أدخلت على مسودة الحل الشامل، مؤكدا ضرورة الوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا وآملا أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة. فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أكد أنه سيعيد النظر في مشاركته في الحوار بناء على المواقف الدولية التي وصفها بالباهتة إزاء التصعيد الأخير التصعيد العسكري. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة العمليات العسكرية في البلاد، الأمر الذي قد يهدد مسار الحوار. فما قابلية الأطراف لتقديم تنازلات في سبيل التوافق حول الوثيقة النهائية؟ ما الرهانات التي يعول عليها من وراء المسارات الأخرى التي أعلنتها البعثة الأممية بهدف دعم الحوار؟ وما دلالات المواقف الدولية الداعمة للحوار والرافضة لعرقلته؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا في العشرة الليلة عبر الهاتف من الصخيرات المغربية. ينضم إلينا المستشار السياسي لفريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشح، عبر الهاتف من الصخيرات أيضا الصحفي محمد عقوب، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي فتحي الفاضلي، ويشاركنا في الحوار أيضا عبر الهاتف من بيروت الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق. أهلا بكم جميعا ضيوفي. ولكن قبل أن نشرع في حوار العاشرة نتابع هذا التقرير الذي يضعنا في صورة مستجدات الحوار الليبي في المغرب. التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردين ليون فريقي الحوار الوطني في الصخيرات عقب انطلاق الجلسات التشاورية للوفود باجتماع كل فريق بمستشاريه لدراسة التعديلات التي أدخلت على مسودة الحل الشامل. ليون قال في مؤتمر صحفي إن الهدف الرئيسي من هذه الجولة هو الاتفاق مع جميع المشاركين على ما يمكن أن يمثل الوثيقة النهائية، داعيا الأطراف إلى التحلي بالمرونة والسخاء وأن يكونوا على استعداد لتقديم تنازلات حسب قوله. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم أنها سوف تستمر في العمل في المسارات والمفاوضات ومجموعات العمل الأخرى، وأنها تخطط للقاء الجماعات المسلحة في الأيام المقبلة إلى جانب العمل مع جمهورية مصر للتحضير لاجتماع القبائل، بالإضافة إلى اجتماع خاص مع النساء الليبيات لمساهمة المرأة القيمة في كل مسار بحسب ليون. ودانت البعثة الأممية الغارات الجوية على مطار معتيقة بالتزامن مع مغادرة فريق المؤتمر الوطني للحوار. وقال ليون إن هذا الهجوم يبعث رسائل سلبية تجاه الحوار، مؤكدا أن الجهات الدولية الفاعلة لا يمكنها قبول استمرار الحرب في اللحظة التي يعمل فيها المجتمع الدولي على تعزيز محادثات السلام والحوار. وكان فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام قد اعتبر في بيان له أن مثل هذه الأعمال تسعى إلى هدف واحد هو إفشال جهود الحوار. سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ومصر حضروا إلى الصخيرات دعما لجهود الحوار. إذن أبدأ الحوار معك سيد عقوب، ما هي آخر المستجدات وتطورات الحوار بين الأطراف المشاركة؟ نعم، بالنسبة لآخر المستجدات الآن، طرفي الحوار قد عقدوا اجتماعا كل على حدة مع السيد برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة، ناقشوا في هذا الاجتماع المقترحات المقدمة من الطرفين، طرف برلمان طبرق وطرف المؤتمر الوطني العام. الاختلاف بحسب تصريحات ليون الأخيرة هو حول تعديلات كل الطرفين حول المسودة الأخيرة التي لا زال النقاش جاري في الفندق الذي يقيم به كل من الطرفين أو الوفود المشاركة للحوار. هناك تسريبات هي ربما تعتبر مؤكدة، وهي ضغوط تمارس من قبل السفراء 10 دول من بينهم السفيرة الأمريكية ديبورا جونز التي حضرت اليوم، ضغوطات يعني تمارس على الأطراف للتنازل والوصول إلى حل ربما يفضي على الأقل إلى الجلوس على طاولة حوار واحدة وبشكل مباشر للطرفين.
نعم، طيب سيد الشح، إذا في إطار هذه التطورات، يعني رئيس فريق الحوار وأنت رئيس فريق أو عفوا رئيس فريق الحوار عن وفد المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم قال اليوم إن المؤتمر سيعيد النظر في مشاركته كطرف في الحوار بناء على ردود الفعل الدولية والأممية تجاه التصعيد العسكري في البلاد، كيف تقرأ هذا الموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التصعيد الأخير لا يساعد ولا يخدم الهدف من هذا الحوار، وهو الوصول بالحل السياسي الذي يرغبه ويطالب به كل الليبيين ويدعمه المجتمع الدولي. وما حدث بالأمس هي رسالة واضحة من أن الطرف الذي يريد تعطيل هذا الحوار هو من يقصف وهو من يقوم بالعمليات العسكرية أثناء هذه الجولات. بالتالي كانت الرسالة واضحة لكافة الحاضرين هنا الافتخارات بأن هذه العمليات هي السبب الرئيسي في حالة فشل هذا الحوار. طيب فيما تتمثل يعني فيما يتمثل قول المخزوم فيما يتعلق بإعادة النظر في مشاركة طرف المؤتمر الوطني في الحوار؟ هو الحقيقة المؤتمر الوطني بإقلاع طائرته بالأمس من طرابلس بعد الضربة الجوية التي كادت تستهدف الطائرة كانت هذه رسالة واضحة بأنه عازم على المضي قدما في الحوار السياسي، ومبرهنا بذلك أنه الطرف الراغب في إيقاف نزيف الدماء. لو لم يغادر المؤتمر أمس كانت حجته قوية بأنه عند مغادرته قصف المطار وكادت تقصف الطائرة التي تقل الوفد، ولكنه يثبت لكل المراقبين وللشعب الليبي بأنه الطرف الذي يريد فعلا إيقاف هذا النزيف من الدماء ليس من موقف ضعف أو من موقف عدم قدرة، ولكن من موقف الشعور بالمسؤولية الوطنية، لأن ما نخسره من دماء هي دماء ليبية لا يمكن السماح باستمرار هذا النزيف. كانت هذه الرسالة فقط، ولكن نعم. عملية إعادة النظر في المشاركة في الحوار طبعا تعتمد على مخرجات هذا الحوار، على الرغبة الجدية وعلى كل الجهود التي تقوم بها كافة الأطراف إن كانت فعلا راغبة في الوصول إلى الحل السلمي المنشود. نعم، طيب ننوه إذا مشاهدينا إلى أننا لازلنا نحاول التواصل مع الطرف الآخر في الحوار إلى أننا لم نحصل على رد حتى الآن. سيد الفاضل، إذا كيف تقرأ مواقف الأطراف وتعاطيها مع الحوار، خاصة وأن المؤتمر الوطني وعلى لسان العضو نعيم الحامي قال أن الطرف الآخر هو من يؤخر أو يعرقل مساعي الحوار، كيف تعلق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة ليبيا لكل الأحرار على هذه الفرصة الطيبة. كنت حقيقة أتمنى من ليون والمجتمع الدولي والمجتمع العربي أن يستنكر القصف حتى بعيدا عن الحوار، مش لازم يكون نستنكر القصف في ساعة انطلاق جلسات الحوار، يعني هذا القصف جريمة حرب على مدنيين وما إليه، كان يجب أن يتم استنكاره. أيضا أعتقد أن تصريح ممكن رئيس بعثة الحوار تبع المؤتمر بإعادة النظر لهذا التصعيد سيدتي الكريمة يعني زاد حد إلى أقصى الحدود، قصف القرى والمدن والهجوم براك، العزيزية، معيتيقة، بنغازي، يعني هؤلاء أناس حرب وليس أناس سلام، من هذا الشيء واضح جدا. أيضا طيب هل تعتقد أن السيدة الحامي يعني تشير إلى أن هنالك طرف عسكري معين وبتصعيده هو الذي يعرقل الحوار، أم أنها لربما تقصد طرف آخر هو موجود هناك في المغرب أيضا؟ هو الطرف الموجود المدني، الجزء المدني من الطرف الآخر لا إرادة له، لا يستطيع أن يتحرك بناء على رغبته أو إرادته، أو لا يستطيع أن يتفاعل مع الحوار بعقلية مستقلة تبحث عن مصلحة الوطن. إرادة صناعة القرار في الطرف الآخر هي في يد العسكر، والعسكر له رؤية أخرى للحوار، يدرك أن مخرجات الحوار ستخرجه من المشهد السياسي والعسكري مستقبلا، لأن غير مرغوب فيه بالتأكيد، لأن حركة الكرامة على سبيل المثال التي يقودها حفتر هي حركة إرهابية متطرفة ستصنف قريبا بإذن الله بهذا الشكل، حركة إرهابية، وقادتها والذين اشتركوا فيها لن يكون لهم مستقبل سياسي أو عسكري. نعم. في ليبيا. طيب وضحت الفكرة. إذا بخصوص نعم سنتطرق إلى الكثير من النقاط حول المواقف حتى الدولية بخصوص هذا الحوار، ولكن سيد عقوب أنت أشرت إلى أن هنالك نقاط خلاف بخصوص التعديلات حول المسودة، هل من نقاط معينة تم انتقادها فيما يتعلق بهذه المسودة؟
نعم، بحسب تصريح السيد محمد المعذب رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، قال السيد معذب بأن هذه التعديلات التي أجريت من جانب فريق الحوار للمؤتمر هي يعني قد تم تقديمها إلى السيد برناردو ليون ليتم الرد عليها بشكل رسمي يوم الغد، وقال بأن الخطوات إيجابية والشعور بالتفاؤل لدى فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام تجاه هذه التعديلات التي تشتمل على الحل السياسي الشامل ووضع الترتيبات الأمنية وتسمية مجلس رئاسة الوزراء، هي خطوات يعني قد حققت تقدم من قبل فريق الحوار بالمؤتمر الوطني. نعم. لأن السيد محمد الشعيب في تصريح مقتضب وسريع للصحفيين قد قال بأن فريق الحوار للبرلمان قد قام هو الآخر بتقديم هذه يعني التعديلات، ولكن بشكل شفهي ولم يتم الرد عليه من قبل بعثة الأمم المتحدة، ما زالت المشاورات يعني جارية بين أعضاء يعني فريق الحوار لبرلمان طبرق لتقديم هذه التعديلات بشكل رسمي إلى البعثة ليتم الاستناد عليها ومن ثم البدء في جولات الحوار بشكل رسمي يوم الغد. طيب سيد الشح، إذن المبعوث الأممي يأمل أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة وأن يتم التوافق على حكومة وحدة بما في ذلك الأسماء، ويدعو المتحاورين إلى تقديم تنازلات، برأيك هل يمكن أن تتجاوب الأطراف الآن مع هذه الدعوة بالشكل الكافي؟ الحقيقة تصحيح فقط لضيفكم الصحفي، لأن المؤتمر قدم الآن في هذه اللحظات قدم تعديلاته على المسودة الأخيرة، ولكن الطرف الآخر بحسب سيد برناردينو ليون أجل تقديم تعديلاته إلى يوم الغد بسبب أنها وصلتهم من طبرق اليوم ويريدون مراجعتها قبل تقديمها. غدا سنعلم من البعثة بعد تضمين كافة التعديلات من كلا الطرفين ما هي الإخراج الأولي للورقة الجديدة لكي يتم النقاش حول النقاط الخلافية. طيب لربما نتساءل هنا في هذه النقطة، إذا سيد الشح، ما هي أبرز التعديلات التي قدمتموها أنتم على الأقل؟ الحقيقة تفاصيل هذه التعديلات لا أريد أن أسترق الأحداث وأفصلها الآن لأنها محل دراسة من البعثة، وغدا سنعلم ما هي التضمينات الجديدة التي ستأخذها منها كي يتم التعاطي معها حسب معطيات الطرف الآخر. هناك العديد من النقاط غير الواضحة في المسودة الأخيرة، تم الاستفسار عن ماهيتها وتم تقديم بدائل عنها أو تقديم حلول عملية طبقا للمشكلة الحالية في ليبيا. طيب بخصوص التنازلات، هل 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 طرفا الحوار أو أطراف الحوار بالمعنى الأصح الآن يعني ستقوم بتقديم أي تنازلات وتتفاعل مع هذا الوضع بالشكل الكافي؟ هو الحقيقة التنازلات التي قدمها المؤتمر والتي تبرهن على النية الحقيقية هو إعادة إخراج التوصيف السياسي لحكم المرحلة الانتقالية القادمة بعد الاتفاق السياسي بمشاركة الجميع دون مغالبة ودون إقصاء، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كافة المشاكل التي حصلت في المرحلة السابقة والتي أدت إلى الأزمة التي نعيشها اليوم. قدم المؤتمر إخراج حقيقي وأخذ في عين الاعتبار حتى ولو لم يعتبر المجتمع الدولي أو بعض الدول حكم المحكمة حكما يجب الالتزام به، فإن عمر مجلس النواب الحقيقي لازال عليه حوالي 6 أشهر طبقا لمقترحات فبراير، فإن تمسكهم بقصة أن نحن شرعيون ونحن الجسم التشريعي، نعم، هذا مع الوقت سوف ينتهي، ولذلك يجب عليهم أو يجب على المجتمع الدولي الضغط عليهم لتقديم تنازلات منطقية أو حلول منطقية يمكن به إخراج حل سياسي مقبول لحكم المرحلة الانتقالية القادمة حتى، نعم، مرحلة الدستور الدائم بإذن الله. طيب إذا سيد الفاضلي، في ظل، نعم، موقف يعني وفد المؤتمر الوطني هنالك أيضا موقف آخر للطرف الآخر، العضو عن مدينة بنغازي
غازي أبو بكر بعيرة في تصريح صحفي اليوم قال إنه تمت مناقشة مسألة تهيئة الأجواء للجولة الجديدة من الحوار، وأن وفدهم رفض ما سماه حكومة طرابلس ودعمها للعمليات الإرهابية التي تشهدها مدينة بنغازي، وذلك بحسب وصفه داعيا إلى ضرورة وقف مثل هذه التوجهات لتجنب تأثيرها السلبي على مجرى الحوار الوطني. كيف تعلق على هذا الموقف وما يعني يقابله من موقف آخر لدى وفد المؤتمر الوطني المشارك في الحوار؟ بالنسبة لثوار بنغازي هوجموا، يعني هم المعتدى عليهم، يعني لم يبدأوا بالقتال، حفتر فجأة تحت مجد محاربة ما يسمى بالإرهاب بدأ يقاتلهم، هم معتدي عليهم وهم يدافعون على أنفسهم إلى يومنا هذا، هذه حقيقة تاريخية معروفة، لم يهاجموا أحد، المعتدي كان هو حفتر وجماعة الذي يؤيدهم بعيرة، أيضا لم يكن انطلاقها شرعية أصلا تلك الحركة، ثم شرعت ببرلمان طبرق وما إليه. الشرعية التي يتمسك بها بعيرة وبرلمان طبرق، الشرعية تكتسب من تحقيق طموح وأحلام ومطالب الشعوب، وخاصة في الأمن والأمان والإسلام استقرار وإيقاف القتال وإيقاف القصف وإيقاف التدمير والتهجير، شرعيتك تكتسب من تحقيقك لسبب انتخابك. يعني طيب بناء على هذا الموقف للسيدة بعيرة إذا السيد الفاضلي، وكذلك الموقف الذي أبان لربما في وقت سابق صالح المخزوم وكذلك الآن يبينه السيد أشرف الشح ضيفنا في العاشرة، يعني وفق هذه المواقف برأيك ما حجم التنازلات التي لربما تجعل من هذه الجولة من الحوار حاسمة وأخيرة؟ بالنسبة للمؤتمر، يعني كما ذكر زميلي وضيفك الكريم الشح، يعني مجرد مغادرتهم تحت القصف هناك إصرار من المؤتمر ومن الثوار على بناء دولة وعلى تحقيق الأمن والأمان وتقديم التنازلات، لكن الطرف الآخر يبدو لي غير قادر ويرفض الحل السلمي ويرفض الحوار، ولذلك الآن أدركت كلمة دور المجتمع الدولي باهت فعلا، يعني قادر أن يضغط على دول كثيرة تدعم الطرف الثاني وقادر أن يتدخل. نحن سمعنا على الضغوط والتهديد والضغوط منذ زمن، لكن لم نرى حقيقة خطوات عملية لإيقاف الجانب القتالي من الطرف الآخر، بل بالعكس يزداد في التصعيد العسكري بدل أن يقف. أيضا بعد إذنك سيدتي الكريمة أريد أن أعرج على قبول ليون لأن تكون مصر داعمة أو محتضنة أو مستضيفة لجيش سنتطرق إلى هذه النقطة تحديدا سيد الفاضلي ومسارات الحوار الأخرى المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في سياق العاشرة اليوم، ولكن يعني سيد عقوب أنت أشرت إلى ضغوط يمارسها السفراء الآن للتعجيل بالحوار، فيما تتمثل هذه الضغوط؟ بمعنى هل قاموا بالجلوس ولربما تحاور مع أطراف الحوار والبحث في الحل المقترح والمسودة المطروحة؟ نعم، الاجتماع الجاري يعني بين السفراء سفراء الدول الغربية الحاضرين هنا ووفدي المؤتمر والبرلمان هو حول تقديم تنازلات وحول يعني وضع يعني حد لهذه العراقيل التي تواجه سير عملية الحوار في هذه الأثناء، منها أيضا أن البرلمان ما زال متمسكا بحسب تصريحات السيد محمد الشعيب قبل قليل بشرعيته المستمدة من يعني انتخابات الشعب كما يذكر، وأيضا أن الجيش الليبي خط أحمر، وأيضا كما ذكر السيد عيسى عبد القيوم المتحدث الرسمي باسم البرلمان وهو أن هذا التنازل يعني ربما هو بعيد يعتبر نوعا ما يعني من قبل طرف البرلمان. المقترحات يعني التي قد يقدمها يعني سيقدمها الوفد البرلمان لم تناقش يعني من قبل سفراء هذه الدول، وانما هو ضغوطات تمارس لتقديم تنازلات، وايضا من قبل المؤتمر الوطني العام هو الاخر. طيب فيما تتمثل هذه الضغوط هذه، بمعنى هل تتعلق مثلا بموضوع تمسك مجلس النواب المنحل بشرعيته في هذه النقطة تحديدا؟ هذه النقطة الحقيقة يعني هي ربما النقطة الرئيسية التي تعرقل مسار عملية الحوار إلى حد الآن،
وهو تمسك البرلمان بشرعيته، وايضا يعني وهي تتعلق ايضا بمقترحات مسوده الحوار الاولى، هي ان تسميه الوزراء واعضاء الحكومه حكومه التوافق الوطني. نعم. طيب بخصوص إذا هذه النقطة سيد الشحل، المبعوث الأممي إلى ليبيا برنادينو ليون في مؤتمر صحفي قبل انطلاق جولة حوار الصخيرات بالمغرب قال إن الهدف الأساسي من هذه الجولة هو الاتفاق مع المشاركين على وثيقة نهائية، هل هنالك أي مؤشرات وفق ما أفاد به الآن سيد عقوب تفيد القرب لربما من تحقيق هذا الهدف؟ الحقيقة بعد تضمين البعثة لمقترحات الطرفين غدا في ورقة جديدة ستظهر نقاط الخلافية ونقاط الاتفاق ونقاط الالتقاء، ومنها يمكن الانطلاق والبحث عن ماهية هذه الورقة الجديدة وماهية التنازلات التي قد تمكن من الوصول إلى الحل السياسي. ولكن إلى هذه اللحظة ما لم تخرج هذه الورقة كي نعلم بشكل تفصيلي ما هي مقترحات الطرف الآخر وما هي المقترحات التي تم تضمينها من قبل البعثة لمقترحات المؤتمر الوطني العام، من الصعب أن نتكلم عن نقاط جدلية كثيرة ما لم تظهر في الورقة القادمة بإذن الله. طيب يعني استفسار بسيط سيد الشح فيما يتعلق بإمكانية جلوس طرفي الحوار على نفس الطاولة ولربما بعد مناقشة ما تم تعديله أو إضافته من تعديلات على هذه المسودة، هل يملك طرفا الحوار الآن نفس الشرعية نفس الصلاحيات بمعنى بإمكانهما جلوس على نفس الطاولة، أم أن فيما يتعلق بالطرف الآخر وهو مجلس النواب المنحل لا يملك الصلاحيات للجلوس على نفس الطاولة وهو الذي يحول دون ذلك كما صرحت في وقت سابق عضو المؤتمر الوطني نعيم الحامي؟ هذه نقطة مهمة، تمت مطالبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة سيد ليون اليوم للمرة العاشرة بأن يتم اجتماع مشترك بين الوفدين، لقاء مباشر تتم مناقشة فيه النقاط الخلافية، ولكن للأسف كان الرد سلبيا كالعادة لأن الطرف الآخر غير مخول للجلوس مع وفد المؤتمر الوطني العام، وهذا الحقيقة يزيد في تعقيد المفاوضات وتعقيد سرعة الوصول إلى نقاط التقاء. يعني هل هي مسألة رفض أم مسألة صلاحيات فقط سيد الشح؟ الطرف الآخر قال أنه غير مفوض ولا يستطيع الجلوس مباشرة مع وفد المؤتمر. طيب. وفد المؤتمر مفوض من قبل المؤتمر الوطني العام وكافة الجهات التي فوضته من ساحات وثوار وما إلى ذلك بأن يصل إلى حل يحفظ أهداف ثورة 17 فبراير، يحفظ عدم الانقلاب عليها وعدم رجوع نظام استبدادي، بالتالي كل الخيارات مفتوحة ويمكنه الجلوس مباشرة، ولكن الطرف الآخر ما زال متمسكا بعدم الجلوس المباشر، ناهيك عن حرصه لعدم الالتقاء حتى في الفندق بأعضاء فريق المؤتمر، وهذا الحقيقة مؤشر سلبي لا يساعد في الوصول إلى الحل المنشود. طيب إذا سيد الفاضي في الوقت الذي يرى فيه طرف الحوار تحديدا مسألة ترشيح أسماء معينة لحكومة الوحدة الوطنية القادمة يرون أنه سابق لأوانه، في المقابل ليون يقول أن الأطراف عليها أن تتفق على حكومة الوحدة الوطنية في هذه الجولة من الحوار ومن ذلك الأسماء، هل هذه توقعات أو لربما يعني ترى فيها شيء من التناقض فيما يتعلق بهذين التصريحين طرف الحوار والمبعوث الأممي؟ المبعوث الأممي لا شك هو يقود أو يرعى هذا الحوار، فلابد أن يضخ الأجواء بكم هائل من الإيجابية ليطمئن الناس وأيضا يشجع المتحاورين، هذا جزء من عمله، لا يستطيع أن يصرح بقضايا سلبية وهو أيضا دافع وتشجيع للأطراف المتحاورة، هذا باب. أما وأيضا نقطة أخرى لعلها تكون صحيحة ذكرها أحد زملائنا الليلة في لقاء آخر، لم يدرك حجم التناقض بين الطرفين أصلا، حجم المشاكل الموجودة أدرك جيدا، أدرك بعد تصريحي أنه أدرك أن المؤتمر
له رؤية لدولة وله آراء وله مساحة يتحرك فيها بحرية، ولهم نظرة ومستقبلية ولهم مبادئ وأهداف يتحرك. الطرف الثاني لا يا سيدتي الكريمة. طيب الطرف الثاني ما الذي يجعله يقف في هذا الموقف أو يتبنى هذا الموقف؟ تفضل برأيك، يعني ما الذي يجعل الطرف الآخر يتمنى هذا الموقف؟ ألا تكون لديه كما قلت رؤية واضحة لكيفية تأسيس الحكومة الجديدة والدولة القادمة؟ هو عنده رؤية سلبية جدا. هو يريد إعادة النظام السابق، يريد إعادة منظومة النظام السابق بالدعم من مصر وإعادة سيناريو مصر ووضع حكم عسكري يدعم المنطقة. هذه هي الرؤية، لكنه لا يستطيع أن يطرح هذا مباشرة بالتأكيد. لكنه يا سيدتي الكريمة لا إرادة لهم، ويريد إعادة سيناريو النظام السابق المرفوض من الشعب والذي قامت من أجله الثورة، ولا ثورة 17 فبراير. والطرف الثاني يريد أن يدعم قيم ومبادئ وثوابت 17 فبراير. الطرف الثاني لا يستطيع أن يصرح بذلك، وهنا لعل اليون لا يدرك حجم هذا التناقض ويأمل بتصريحاته الإيجابية، يأمل أن يقرب. سيد عمر مختار سيد الكريم جلس مع إيطاليا، الأمريكان والروس جلسوا مع بعض، الفلسطينيين والإسرائيليون جلسوا على طاولة. هؤلاء الناس يستطيعوا أن يجلسوا، أن يقول لك لست مخولا بالجلوس مع طرف آخر للحوار، وفي نفس الوقت يصرح بتصريحات غريبة جدا كاتهام الطرف الآخر بأنه إرهابي، بينما هو الطرف الذي يحارب الإرهاب. هو على سبيل المثال هم الثوار يحاربون الإرهاب، والذين يفجرون السفارات هم من الطرف الثاني، وهكذا. الطرف الآخر غير مخول لاتخاذ قرار مصيري، مصر يأتيهم القرار من مصر ومن حفتر. نعم. ولهذا السبب يظهر حجم التناقض الكبير بين الطرفين. طيب إذا سيد عقوب، اليوم المؤتمر الوطني على لسان رئيس فريق الحوار هناك صالح المخزوم، يعني أبرز عدد من ردود الفعل بخصوص ما يجري الآن على الساحة، سواء كان فيما يتعلق بالحوار أو الوضع في البلاد، هل من ردود فعل بشأن ذلك من قبل الوفد الآخر؟ حقيقة ردود الفعل تتمثل كما ذكرت في تصريح السيد محمد الشعيب والسيد أبو بكر بعيرة، هي في يعني تعنت الطرف الآخر، يقصد طرف المؤتمر، في التمسك بمطالبه و يعني التي يفرضها المؤتمر بحسب يعني طرف البرلمان. إنما هناك يعني تعنت هو الآخر من طرف البرلمان في يعني كما ذكرت في التمسك بالشرعية، ويعني عدم ربما وجود رؤية واضحة من قبل طرف البرلمان. هناك يعني تضارب في آراء يعني وفود البرلمان في التصريحات التي يعني تعطى للصحفيين هنا. طيب العضو عن مدينة بنغازي أيضا يعني سيد عقوب. نعم. العضو عن مدينة بنغازي أيضا سيد عقوب أبو بكر بعيرة قال في تصريح اليوم أنه تمت مناقشة مسألة تهيئة الأجواء للجولة الجديدة من الحوار. هل يقصد أنه ستكون هنالك جولة أخرى في الصخيرات، أم يتحدث عن المسارات الأخرى المتوقعة للحوار والتي سترعاها البعثة الأممية في الأيام القادمة؟ هو يقصد وضع آلية معينة أو آلية مناسبة يعني تستند عليها بعثة الأمم المتحدة للبدء في جولات الرسمية. الاختلاف يعني هو في التعديلات على المسودة الأولى، مسودة الجولات السابقة، يعني للبدء في مناقشة تسمية رئيس الحكومة ووزراء الحكومة. يعني هناك كما ذكرت يعني تضارب في هذا الأمر. طيب إذا سيد الشحبي، حضور وفود المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنحل والنواب المقاطعين لجلسات طبرق أيضا في هذه الجولة من حوار الصخيرات، برأيك كيف يؤثر دخول هذا الطرف الأخير على المشهد؟ أي طرف أخير؟ الطرف الأخير المتمثل في النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنحل في طبرق. لا
لا الحقيقة طرف النواب المقاطعين دورهم إيجابي جدا في محاولة الوصول إلى تقارب في وجهات النظر. هناك طرف النواب المقاطعين وهناك بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات الأخرى التي تحاول أن توجد نقاط التقاء بين الأطراف، ولكن للأسف إلى حد هذه اللحظة لم يستطيعوا إقناع طرف البرلمان طبرق بقبول مبدأ الجلوس مباشرة لكي نستطيع النقاش المباشر في هذه النقاط وكيفية الخروج منها باتفاق أو بقاعدة يمكن بها الوصول إلى اتفاق. هذه الفئة الحاضرة هنا في الصخيرات فئة إيجابية جدا، تعمل بنشاط، تتصل بكافة السفراء وتحاول إيضاح وجهات النظر، ولكننا نريد أن نرى النتائج التي ستظهر من خلال الوثيقة التي سيقدمها سيد ليون غدا. نعم. والتي سيضمنها بمقترحات الطرفين. نأمل أن تكون هناك نقاط التقاء يمكن الانطلاق منها لكي تكون هذه الجولة فعلا حاسمة كما أعلن ليون. إذ مستشار السياسي لفريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشح، أشكرك جزيلا على مشاركتك معنا في هذا الجزء من العاشرة. سيد الفاضلي، إذن فيما يتعلق بالمسارات المقبلة، مسار التباحث أو الحوار مع المكونات القبلية وكذلك مع مكون المرأة، وفيما يتعلق أيضا بالأطراف العسكرية الفاعلة على الأرض، برأيك كيف ستؤثر عملية الحوار مع هذه الأطراف في هذا التوقيت الزمني تحديدا؟ حقيقة يعني أنا إنسان مواطن مدني عادي، أدعم وأساند وأبارك كل محاولات للسلم والحوار والوصول إلى حقن الدماء ولم الشمل مهما كان. عندي تحفظ بسيط، ليس بسيط في الواقع، رئيسي جدا، عن قضية أن مصر تحتضن اجتماع يضم القبائل في علاقة له بالأزمة الليبية، لأن مصر طرف رئيسي في الصراع وطرف سلبي جدا. الجزائر طرف، المغرب طرف، لكن طرف يدفع نحو الحل السلمي الذي يبحث عنه كل مواطن ليبي على فكرة، بما فيهم الثوار يبحثون على حل السلمي وحقن الدماء. مصر لا، مصر تدعو للتدخل العسكري، تدعو لتشكيل قوة عربية للتدخل في ليبيا، تدعو دول الجوار للتدخل العسكري. معنى التدخل العسكري زيادة الدم والتصادم والدخول في نفق العراق ونفق أفغانستان والصدام لعشرات السنين. انظري إلى ما يسمى بعملية الكرامة، حفتر وما إليه، سنة كاملة 10 شهور صدام في مدينة واحدة. تخيل لو جميع ثوار ليبيا يقاموا تدخل خارجي على سبيل المثال، انظر إلى حجم الدم وزيادة أحواض الدم والدمار الذي سيحدث. احتضان مصر لاجتماع. طيب، ولكن التوقيت الزمني سيد الفاضلي، التوقيت الزمني عفوا سيد الفاضلي، بخصوص تحديد هذه المسارات للحوار الآن بعد الخوض في الحوار مع الأطراف في الصخيرات، هل تعتقد بأنه يعني سيتمخض عليه أي نتيجة وتكون ملزمة للأطراف على الأرض في ليبيا بالتطبيق؟ حقيقة إذا كانت المخرجات تناسب طموحات الشعب الليبي في بناء دولة مدنية سلمية جديدة، إذا كانت المخرجات على الأقل تحقق جزء كبير، نسبة كبيرة من طموحات الشعب، نعم ستتحقق على الأرض بإذن الله. أما إذا كانت بعيدة جدا كعودة سيناريو النظام السابق أو عودة مجرم من الأنظمة السابقة في قيادة البلد بعد أن تحصل على فرصة قيادتها 20 سنة و30 سنة و40 سنة ودمروها، دمروا الإنسان والبلاد والعباد والحجر والشجر والبنية التحتية ويعودوا ليحكمون مرة أخرى، هنا لن يتحقق على الأرض من مخرجات الحوار أي شيء. لكن مرة أخرى سيدتي الكريمة، إذا كانت المخرجات تناسب طموحات وكرامة الإنسان في ليبيا، نعم ستتحقق على الأرض بإذن الله، لأن هذا هو ما يبحث عنه الثوار والمدنيين. نعم. في ليبيا جميعا بإذن الله نحو ليبيا جديدة. طيب، يشاركنا الآن في الحوار أيضا وينضم إلينا عبر الهاتف عضو فريق المؤتمر الوطني العام المشارك في مدينة صخيرات المغربية محمد معزب. سيد معزب، أهلا بك. بداية، هل نحن الآن أمام جولة حاسمة من الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين؟ أم وفقا للمعطيات الأخيرة صيغة الحسم وتوقيته الزمني قد يتغير أو يطول؟ وأعتقد أنها لا تستطيع أن تصفيها بأنها حاسمة بالمطلق، يعني
نتوقع أن ستحدث انفراجات في الطريق إلى الوصول إلى اتفاق في النهاية. طبعا بالنسبة للمؤتمر قدم يعني عروض توافقية جيدة، حكومة مشتركة، مجلس رئاسة، سلطة تشريعية مكونة من غرفتين، لكن للأسف الشديد مجموعة برلمان طبرق لا زالوا يتقترصون حول فكرة الشرعية وأنهم هم الشرعيون الوحيدون وأنهم لا يعترفون بأحد، ولا زال يعني هذا الأمر قائما في أذهانهم، وبالتالي ما لم يكن هناك ضغوط ومحاولات إقناعهم عن طريق دول متمثلة في السفراء المتواجدون هنا معنا في الصخيرات، حقيقة نجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى توافق يرضي كل الأطراف. طيب، إذن فيما يتعلق بالمسارات الأخرى للحوار سيد عقوب، هل مكانكم سيد ليون مثلا من توقيت زمني أو استراتيجية معينة سيتم اتخاذها في إطار زمني محدد بخصوص الشروع في هذه المسارات؟ حقيقة من التصريحات الأولية للسيد ليون هنا في مدينة الصخيرات يوم الأمس أن هذه الجولة ستكون هي الحاسمة، ومعظم الأوراق التي يعني مختلف عليها من قبل الطرفين ستكون محور نقاش جدي من قبل الطرفين، وسيتم كما ذكرت الضغوطات التي تمارس يعني الآن من قبل الضغوطات الدولية من قبل الأطراف الدولية على وفدي الحوار هي لأجل الوصول إلى حل يفضي إلى حل نهائي يعني للتوصل إلى حكومة وفاق وطني، والحل هو سيكون حاسم كما ذكر السيد ليون. المسارات الأخرى يعني ربما يعني الآن سيكون اليوم يعني الاتفاق حول التعديلات حول مسودة يعني الحوار الأول، الجولات الحوار الأولية، من ثم يعني الخوض في مسارات تسمية الحكومة و يعني وزراء الحكومة حكومة الوفاق الوطني. أشكرك جزيلا، انضممت إلينا عبر الهاتف من الصخيرات الصحفي محمد عقوب، شكرا لك على مشاركتك في هذه الجزئية من العاشرة. سيد الفاضلي، إلى أي مدى برأيك تؤثر هذه الحوارات، حوارات هذه المسارات التي لربما يتم الخوض فيها في الفترة القادمة، على ما يحدث الآن في الصخيرات، وكذلك يعني ما تم الشروع فيه في حوارات مع شخصية سياسية في الجزائر؟ سيدتي، يعني مرة أخرى كل هذه الحوارات والمسارات الأخرى ما عدا اجتماع القبائل هي دعم لجهود الصخيرات، هي دعم، لأن حتى حكومة نجاح حوار الصخيرات والخروج على اعتبار انه سيخرج بحكومه، هذه الحكومه لن تعمل وحدها، تحتاج الى منظمه المجتمع الدولي، الى الاحزاب، الى النخب السياسيه المجتمعه في الجزائر، وهم لهم تاثير في على الارض في ليبيا مع اتباعهم، مع الراي العام، مع رجل الشارع، قوة مؤثره جدا تحتاجها حكومه الوفاق باذن الله اذا قدر الله. ولكن الخوض في هذه المسارات سيد الفاضلي، يعني تخصيص مسار خاص للقبائل، للأطراف المسلحة، للمرأة، ألا تعتقد بأن ذلك لربما يجعل من مسيرة الحوار تطول، وبالتالي يتأخر الوصول إلى حل الأزمة الليبية وتنفيذها على الأرض؟ نعم، هو هناك خطوات استباقية، يعني كان يفترض حوار الصخيرات على سبيل المثال أن يخرج بحكومة وفاق سريعا، ثم ينتقل الحوارات إلى مسارات أخرى لدعم الحوار الرئيسي، لكن يبدو لي أن تعنت برلمان طبرق إلى هذه الدرجة حتم ضرورة إشراك أطراف أخرى على الأقل تكون مداعمة لهذا الحوار. أرى مرة أخرى أن كل جهود المسارات السلمية تصب في مصلحة الصخيرات، ولكنني الملاحظة الأخرى سيدتي الكريمة أن هناك شبه اتفاق أو تناغم أو وصول إلى حلول في جميع في بروكسل وفي الجزائر، لكن في الصخيرات لا، تزداد الأمر تعقيدا يوميا بسبب موقف طبرق وتمسكه بما يسمى بالشرعية. ومرة أخرى ذكرت لك أن الشرعية تكتسب بتحقيق الطموح، فإن لم تحقق أحلام وطموحات والأمن والأمان والسلام
والسلام تفقد هذه الشرعية. يفترض برلمان طبرق يدرك أنه فقد شرعيته لأنه لم يحقق أهداف الناس. وأرى أن الناس لدي أن إيجاد بديل، جسم مدني بديل لهؤلاء الشخصيات، لهذه الشخصيات، وجسم عسكري بديل لحفتر وغيره، لعلهم يؤمنون بالحوار أكثر مما تؤمن هذه الشلة. مش معقولة 7 أو 8 أنفار أو 20 نفر يحددون مصير دولة. طيب أيضا أن يتحرك ويغير هذه الشخصيات. طيب سيد معزب، يعني أشرت أنت إلى استعدادكم للمشاركة في عبرية تشكيل الحكومة القادمة وتكوين المجلس الرئاسي، يعني ألا يمكن لربما شروع في هذه العملية حتى يتم حل الأزمة على الأقل على الأرض الآن في البلاد؟ هو طبعا ستكون هناك على مراحل، يعني المرحلة الأولى هي الاتفاق على الحكومة، ثم بعد ذلك مجلس الرئاسة، ثم السلطة التشريعية. لكن طبعا ضرورة الاتفاق على الملامح العامة للحل السياسي ليس بالضرورة أن يتم الدخول في التفاصيل بالنسبة للأجسام الشرعية المطلوبة لهذه المرحلة، ولكن على الأقل أن يتم الاتفاق مبدئيا، وبالتالي تضمن في قبل التوقيع على الحل السياسي والاتفاق السياسي النهائي. ويمكن أن يتم تأجيل بعض التفاصيل إلى ما بعد، يعني تعطى وقت كافي، لكن لابد من أن يتم تحديدها يعني بالوضوح في إطار العملية السياسية أو من يقود المرحلة القادمة خلال المرحلة الانتقالية الثانية. طيب في وقت سابق من عاشرة اليوم انضم إلينا الصحفي محمد عقوب عبر الهاتف من الصخرات، وأشار إلى أن هنالك ضغوط يمارسها السفراء هناك، وبالتحديد يعني أشار إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى ليبيا ديبورا جونز. ما شكل أو طبيعة هذه الضغوط التي تمارس عليكم أنتم كطرف من أطراف الحوار حتى يتم التعجيل والوصول إلى صيغة توافقية وحل الأزمة في البلاد؟ لا، هو في الواقع ما شاهدناه طبعا بالنسبة للسفيرة الأمريكية هي تراقب عن بعد ولم تشارك بفاعلية كغيرها من السفراء. طبعا نحن من كنا في اجتماع موسع مع 9 من السفراء استمر لمدة حوالي 2 ساعة، لكن بالنسبة للسفيرة الأمريكية لم تحضر، ونلاحظ أنها يعني تراقب في المشهد عن بعد ولم تشارك مشاركة. طيب ما طبيعة الضغوط التي يمارسها باقي السفراء الذين اجتمعتم معهم؟ لا يوجد شيء اسمه ضغوط، هو فقط كل دولة يعني هم مهتمون جدا بأن ليبيا يجب أن تسارع في حل مشكلتها بسرعة، وأن الوضع لا يحتمل التأجيل من النواحي الأمنية ومن النواحي العسكرية. طبعا يؤثر على هذه الدول بخاصة الدول القريبة إيطاليا وإسبانيا وغيرها، وبالتالي هم يحاولون أن يساعدوا كل الأطراف في الوصول إلى حل. ليست في درجة ضغوط، لكن الضغوط المطلوبة هي حقيقة ليست على أطراف اللي هي جالسة الآن، لا، الضغوط المطلوبة هي الطلب من دول التدخلات الإقليمية، وبخاصة الإمارات ومصر. مطلوب حقيقة أن يتم الضغط على هاتين الدولتين لكي تسحب الدعم العسكري واللوجستي والمادي اللتين تقومان به مع خليفة أبو قاسم. طيب وأنت أشرت إلى ما يتعلق بالدعم العسكري وجانب العسكري من هذه المعادلة، لواء المكلف سيد الفاضلي من قبل مجلس النواب المنحل خليفة حفتر في مقابلة مع CNN قال أو رفض يعني أي من الحلول التي تفرض من الخارج، وذلك في إشارة إلى حوار الجزائر، وبين أن لدى ليبيا مجلس نواب وصاحب الفضل أو الفصل في قضية الحوار والاتفاقات بحسب موقفه وبحسب قوله، واستهجن أيضا التحاور مع من وصفها بالميليشيات. كيف تقرأ ذلك؟
سيدتي هو صنيعة خارجية، يعني حفتر عميل للمخابرات المصرية وصناعات مصر، والتدخل المصري يرحب به، بل هذا التناقض الرهيب يقول مستعد للتعامل مع إسرائيل ومستعد للتعامل مع الإمارات ونرحب بأي متطوع من الدول العربية، يعني يناقض نفسه في هذا. يعني هو أصلا صنيعة خارجية، هو أداة لمصر ويرحب بتدخل مصر ويدعو للتدخل العسكري أجنبي، ثم يقول أن لا نرى الحلول من الخارج. بالعكس، الحلول التي تأتينا من الخارج الآن واضح جدا من الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا ومن جميع الدول، من أغلب الدول، حلول سلمية نرحب بها كمواطنين. نحن كمواطنين ليبيين نحلم بحل سلمي سريعا لأزمتنا، بينما هذا الرجل يبحث عن حلول دموية، هو والثني وما إليه يبحثون عن الأسلحة وعن التدخل ويضع. بل من قصف درنا، يعني جمهورية مصر قصفت درنا وأيد حفتر وباركه هو والثني، فكيف يتحدث عن أطراف خارجية؟ طيب، ولكن يعني إشارته إلى رفض أي حلول خارجية وإشارة إلى حوار الجزائر، وكذلك الإشارة إلى أن يعني لابد أن لا تكون هنالك حوار مع من يصفها بالميليشيات، ألا تعتقد بأن ذلك قد يؤثر لربما على المسار القادم والمتوقع فيما يتعلق بالحوار مع الأطراف العسكرية الفاعلة على الأرض؟ نعم يؤثر. حفتر مسيطر على القوى المدنية، المنطقة الغربية سيدتي الكريمة، المنطقة الغربية، الجسم المدني، المؤتمر وما إليه والوزراء، لهم إلى حد ما يقودوا الجانب العسكري، أو هناك على الأقل تناغم كبير جدا. لكن في المنطقة الشرقية الجناح العسكري هو المسيطر على بعيرة والمدنيين، وقال لا يستطيعوا أن يتحركوا بدون أوامر حفتر. القضية الأخرى، حفتر ميليشيا هو نفسه، ما عندهاش قوات مسلحة، عنده مجموعة مدنيين من مدينة بنغازي مع بعض المتطوعين من ما عندنا جيش أصلا، لا يوجد جيش على الإطلاق. هو إحدى الميليشيات، بل إحدى الميليشيات المرفوضة التي تريد أن تعاود سيناريو النظام الاستبدادي القمعي. هو طيب، ميليشيا سيدتي الكريمة، ما هو الشرعي أصلا. نعم، طيب وضحت الفكرة. نشير مواقف. نعم، عفوا أسامحك، عذرا، نشير إلى أن تفضل تفضلي سيدتي الكريمة. طيب، نشير إذا مشاهدينا إلى أننا لازلنا نحاول التواصل مع الطرف الآخر، إلى أننا لم نتمكن حتى اللحظة من يعني الوصول إلى رد. سيد معزة، فريق الحوار بالمؤتمر الوطني دعا المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى عدم التعامل بازدواجية المعايير حتى ينتج توافق وطني، فما هي الازدواجية المعنية في هذا السياق؟ وطبعا ازدواجية المعايير، يعني مثلا هم يتعللون بمسألة القطاع الشرعي أو الاحتراف الدولي، ويحاولون أن يسوقوا هذا الأمر على أساس أنه هو أساس وقاعدة الحوار. وطبيعي أن الإكثار من استخدام هذا الأمر سيفسد طبعا مسألة التقارب، مسألة الحوار، وبالتالي مطلوب من المجتمع الدولي أن يعطي توازن للطرفين، إما أن يتم الاعتراف بحكم الدائرة الدستورية التي طعنت في شرعية ورقة فبراير والتي على أساسها موجود في المجلس طبق، وإما أن يتم على أساس رفع عملية الاحتراف الدولي، وبالتالي يتساوى الطرفان حتى يتمكن من الوصول إلى اتفاق. هذا هو المقصود، هو عدم الانحياز حقيقة في هذه الناحية، فيه انحياز واضح لهذا الأمر. هم يقولون يعللون ذلك بأن مجلس النواب جاء بانتخابات وكذا، وهذا صحيح، ولكن في ذات الوقت عندما يأتون لحكم الدائرة الدستورية يقولون أن نحن لازلنا في حالة دراسة لهذا الأمر، ونحن بالنسبة لنا نحترس بحكم القضاء ونقدر حكم القضاء ونحترس باستقلال القضاء، ولكن طيب وفقا لهذه المواقف الدولية إذن والتي وصفتموها في وقت سابق من اليوم بأنها باهتة وغير جدية، وقلتم أنكم ستفكرون في مشاركتكم كطرف في هذا الحوار، يعني ما المقصود تحديدا؟ هل يتوقع مثلا انسحابكم من الجلسات القادمة أو هذه الجلسة تحديدا في الصخيرات؟ لا، هو لم نقل أننا سنعلق أو سنتوقف أو كذا، ولكن طلبنا من المبعوث الأممي
وطالبنا من المجتمع الدولي بأن تكون هناك مواقف جادة، وخاصة في ظل التصعيد العسكري الذي نشهده كل يوم يتصاعد، وفي ظل محاولات سنية ومحاولات حفظ الحصول على السلاح وتعجيج العمل العسكري. طبعا هذا لا يساهم في الوصول إلى حل حقيقة. يعني طيب، هل أنتم تتوقعون مثلا من الأمم المتحدة تحديدا، والتي يعني أشرتم إلى أنها يجب أن تأخذ موقف حيال ما يحدث من تصعيد عسكري في ليبيا، هل تتوقعون منها أن تأخذ موقف واضح جاد في هذه لربما الساعات القادمة؟ هو طبعا بالنسبة لموضوع قصف اللي حدث والأمس، طبعا أدانوا هذا القصف كلهم يعني المجتمع الدولي وبحث الأمم المتحدة في بيانات صدرت في هذا الموضوع. وبالنسبة لموضوع التسليح، أكد مبعوث الأمم اليوم في جلسة المساء التي عقدناها معه بأنه لن يتم رفع الحظر عن السلاح إلى حين يتم التوصل إلى اتفاق سياسي، لأن الأمم المتحدة تشعر بأن تدفق السلاح على ليبيا ليس في مصلحة العملية السياسية السلمية. وهذا طبعا موقف إيجابي ويكفي يعني وجيد، يعني فنحن نتفهم هذا الأمر، وهذا ما نريد أن نصل إليه. نعم. طيب، حتى روسيا أشار بأن روسيا ستكون ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة، وبالتالي لا تتوقع اتفاقيات من أي نوع لتوريد أي أسلحة من أي بلد كان إلا بطريق التهريب أو عن طريق السوق السوداء التي يقولون عنها، أما عن طريق الدول بطرق رسمية فلن يتم ذلك لأي طرف من الأطراف. نعم. طيب، المجتمع الدولي إذن سيد الفاضي يرصد وجود إرهاب في ليبيا، يعني وبات يرى بأن ليبيا غير قادرة حتى على ضبط حدودها أو القضاء على هذا الإرهاب أو الحد من الهجرة غير القانونية. إلى أي مدى يكشف هذا الموقف تعاطي المجتمع الدولي ولربما رغبته في تقديم مساعدة من نوع آخر حتى يتم حسم النزاع وحسم الأزمة في ليبيا؟ والله أختي، هذا التصريح من المجتمع الدولي فيه نوع من التناقض، يعني من ناحية يتخوف من الإرهاب والإرهابيين في ليبيا ونمو الإرهاب، ومن ناحية أخرى يكتفي بالتهديد والضغوط، بينما يستطيع أن يسحب الثقة من البرلمان، نقطة على السطر بكل بساطة. أيضا يستطيع أن يهدد مصر، لا يهدد يعني كفانا تهديد وضغوط واستنكار وما إليه، يوقف مصر والإمارات والأردن على دعم الفوضى، لأن هذه الفوضى وهذا التصادم العسكري وهذا التصعيد يخلق بيئة جيدة للإرهاب والإرهابيين. ودعيني سيدتي الكريمة أذكر بنقطة، ليبيا لا تصدر الإرهاب، ليبيا يأتيها الإرهاب. نحن نجد ناس يقاتلوا فينا من تشاد، من النيجر، من مالي، من مصر، من تونس، من الجزائر. نثمن موقف الجزائر وتونس والمغرب المدني، رائع جدا، تاريخي، لكن بعض أفرادهم الذين نجدهم يفجروا، ولكنها تصدر أيضا أو يعبر عبر سواحلها قوارب الهجرة غير القانونية، وهو ما يتخوف لربما المجتمع الدولي من وجود يعني شخصيات لها فكر متطرف أو إرهابي على متن هذه القوارب. هذا صحيح. الهجرة غير الشرعية قضية قديمة جدا منذ عشرات السنين، يعني لا علاقة بثورة 17 فبراير لها، ولا علاقة للفوضى الحاصلة الآن في ليبيا بالهجرة غير الشرعية، هي قضية معقدة قديمة جدا. ولكن طالما أن المجتمع الدولي بدأ يحس أن هذه الهجرة غير الشرعية زادت أو ستتأثر أكثر، إذن فليتدخل بجد في القضية الليبية. يكفي سحب الثقة من البرلمان، التهديد مصر وإيقافها والأردن الذين يدعموا السلاح، إحلال الأمن والأمان والاستقرار، استبدال جسم طبرق بجسم آخر يا ستي، ما فيش إشكالية. أنا لا أطلب منك أن توافقي على كل مواقف وثوابت ومبادئ ثورة 17 فبراير، لك أن تخالفها، أن تخاصمها سياسيا، لكن ليس قتالية، ليس بالدمار والحرب والكذا، يعني الثورات ليست قرآن، وليست نطلب من الجميع أن يرضخ لنفس المبادئ والثوابت. طيب، وضحت الفكرة سيد الفاضي، ولكن وقت العاشرة يداركنا. ختاما معك سيد معزب، يعني السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إلى متى ستتواصل جلسة الحوار الحاليا منعقدة في مدينة صخيرات المغربية؟ وطبعا تعتمد على جلسة غد، على أساس أن توصل اليوم آراء طرفين مكتوبة اليوم، وبالتالي
نتوقع دراسة هذا الأمر من قبل البعثة والتواصل معهم غدا وربما بعد غد. طيب تحديدا ما المطروح في جلسة حوار الغد؟ نعم، ما المطروح في جلسة الحوار يوم الغد تحديدا؟ يعني أنا ما أسمعك السؤال جيدا لو تعوديني مرة أخرى. يعني ما الذي يطرح الآن في جدول أعمال جلسة الحوار يوم الغد؟ يطرح طبعا هو اللي هو قدمت البحث في جلسة في الجولة الثالثة مسألة الاتفاق السياسي ومسودة الاتفاق السياسي، ونحن قدمنا ردودنا عليها مكتوبة هذا المساء، وكذلك الطرف الآخر قدم بعدنا ذلك، وعد أن يقدم ذلك مكتوب، وبالتالي الآن الأوراق كلها الردود عند بحث الأمم المتحدة، ومتوقع أنها غدا ستباشر دراسة هذه الردود، وسنتواصل معنا خلال يومين القادمين، وربما أنا إذا كان الردود متقاربة ربما سنصل إلى اتفاق في الإطار العام، وإذا كانت الردود ليست متقاربة فهذا يعني أن قد تمتد الجلسات وقد يتم رفع الجلسات إلى فترة أخرى، ولا ندري بالضبط ماذا يحدث، طبعا تعتمد على مدى تقارب الردود من طرفين. أشكرك جزيلا عضو فريق الحوار عن المؤتمر الوطني العام محمد معزب، شكرا جزيلا لك، انضمت إلينا عبر الهاتف من الصخيرات المغربية، كذلك انضم إلينا في وقت سابق من عاشرة اليوم المستشار السياسي لفريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشحوة، كذلك انضم إلينا الصحفي محمد عقوب، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس انضم إلينا المحلل السياسي فتحي الفاضلي، وحاولنا جاهدا التواصل مع طرف آخر بخصوص هذا الحوار ولكن دون جدوى. تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم، في أمان الله.